حوت الاقتصاد السوري، صاحب أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في دمشق، له الفضل في إنعاش الاقتصاد السوري بشكل كبير. إنه رجل الأعمال السوري سامر الفوز، فما قصته وكيف صعد بشكل سريع؟ لم يكن الفوز معروفاً قبل سنوات الأزمة السورية، لكنه تمكن خلال السنوات التي تلت الأزمة أن يضع اسمه بين أهم كبار رجال الأعمال في سوريا، رغم الصعوبات التي واجهها بداية حياته العملية. وتزامن ظهور الفوز مع الأزمة المتصاعدة بين منافسة الملياردير السوري رامي مخلوف وابن عمته رئيس النظام السوري بشار الأسد، وما زاد التساؤلات حينها بأنه ربما يكون رامي مخلوف في الجديد في سوريا. وما ساعد حوت الاقتصاد على الصعود بشكل سريع هو علاقة الصداقة القوية التي حظي بها والده رجل الأعمال السني زهير الفوز مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. ومنذ وصول الفوز لتلك المكانة التي لطالما حلم بها، وهو يؤكد أن هدفه الأول هو إنعاش اقتصاد بلاده المنهار، لكن بعيدا عن الكاميرات وفي الظل، كان يريد ابن مدينة اللاذقية أن يعزز ثراءه. فاستهداف مجال التطوير العقاري والسلع الغذائية كان هو العامل الأساسي الذي وضعه حوت الأعمال الصاعد أمام عينيه ليبدأ في إنشاء شركته، شركة الفوز، التي لم تقف عند هذين المجالين فقط في التوسع، فقطاعات أخرى اتجهت إليها شركة الفوز كالسياحة والصناعة والنقل والشراكات الاستثمارية، شراكات مكنتها من الانتشار في دول عربية وأجنبية عدة. واستكمالاً لمسيرة والده التي كانت في الظل، كان سامر أيضاً يعمل في الظل وبعيداً عن الساحة الإعلامية التي لا يحبذها، لكنه قرر في العام 2017 الخروج من الظل ليعمل في العلن، وذلك عندما أعلن عن شرائه إمبراطوريتي جيريواتي وحميشو الاقتصاديتين، ليتحول بذلك إلى واحد من أهم حيتان السوق في الأعمال الكبرى. ولمع اسم الفوز حينما بدأ يعمل خارج السوق المحلي ويجلب استثمارات وتعاملات إلى دمشق، فضلاً عن أنه كان كأبيه صديقاً لعائلة النظام، ما جعله يسير في نفس الطريق لتطوير ودعم اقتصاد النظام السوري خلال فترة حكم بشار الأسد. ونقل سامر جزءاً كبيراً من نشاطه التجاري إلى العاصمة دمشق، معلناً في الوقت ذاته عن دمج شركاته المختلفة تحت اسم مجموعة أمان القابضة، قبل أن يشتري بقايا مملكة الجريواتي الاقتصادية، ليحاول بعض رجال الأعمال السوريين الاستثمار في مشاريع الفوز التي بدأت تلقى رواجاً.